الصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى سبيله. ولما نرحب ونشكر الاخوه المنظمين اللي شرفات على التنظيم وعلى التكريم ديال السي محمد الكيسي. وهذه التفاته حقيقه مهمه جدا، هذه اللي كتبقى الواحد كيتفكر ان العمل كيدور، العدد ديال المسؤولين كيدوزو، ولكن بحال هذه التفاتات هما اللي كيبقاو في القلب، هما اللي كيبقاو في الذاكره اللي كيتفكرها الواحد. فكنحيي الاخوان اللي داروا هذا، اللي نظموا هذا اللقاء، وكنشكرهم كذلك على الدعوه اللي سبقوا لي باش نحضر معاهم في هذا اللقاء، لان كما قلت في الكلمه ديالي في المسار ديالي المهني عرفت واحد العدد ديال الاخوان اللي في الامن اللي كانوا في تمارا وفي حسيمه وفي مراكش وحدات ديال الاقاليم ديال السنه، ولكن سي محمد الكيسي حقيقه كان والي الامن وكان صديق. وربح صديق لانه ما كانش بيني وبينه مسائل اداريه، كنا كنخدموا اليد في اليد باش من اجل المصلحه العامه. دائما كنت فيه الرجل الصديق والرجل الجاهز ديسبونيبل ليل ونهار، وكان كيخدم بلاده وكان عنده الغيره كبيره على البلاد. وكنشكر بزاف الاخوان، وعندي اليقين ما جاش مراكش، لان المنطقه ديال وجده منطقه صعبه بالحدود ديالها والمشاكل ديالها، وراكم عارفين المنطقه وليت عارفه اللي كانت هنا منطقه صعبه، ولكن هي اليقين من المسار ديالو غادي يكون موفق ان شاء الله في وجده في مراكش. كتدخلوا هذه المدينه لان اشتغل فيها واحد السنه، ما كنقولوش بان ربى عليها الكبده، لان هو المنطقه والاقليم، وكان عارف حتى لصق الراس ديالو اللي مشيت وتهبيت عنده في تينيسان. حنا واحد الطريق وما جاش ما كتب تما باش نتشنوها، ولكن نعرض عليه ان شاء الله باش نتشنوها باش نتشنوها باش نتشنوها. وعمرو ما قالها لي، عنده واحد النفس شويه غالي، ما عمرو قال لي دير لي الطريق، درتها لراسي. قالها لي ولاد البلاد، وما عمرو ما بغى يقول لي بان روح الطريق الله احسن ديالك. كان عنده الحب ديال الغيره اللي كانت عنده على المنطقه اكثر من الغيره اللي عنده على راسه، كان كيضحي بنفسه اكثر من اللي كيمنع. فمره اخرى رغم الظرفيه القصيره، ولكن هذه سنه الحياه اللي قضيناها معاه مده هذه السنه، ولكن عنده اصدقاء بزاف في وجده، وعنده الحمد لله واحد العدد ديال الناس كلهم كيعرفوا العائله الكبيره ديال الدخيسي، ما فيهاش غير الامن، فيها عرفت بان فيها 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 علماء، فيها فقهاء، فيها الناس في لافاكولتي، وفيها دي ماتيماتيسيان، وهذه أن ولدي كيقرا في لوزان. وواحد المرة كيدير سويع ديال الدهن، ودوك سويع الدهن في لوزان، قلت له شكون الأستاذ ديالك؟ قال لي السي الدخيسي. وفاش فكرت بأن الدخيسي لقيته من العائلة ديال السي الدخيسي. وباش تعرفوا أن العائلة كبيرة الحمد لله، لأن نقية وعائله ديال العلم وعائله ديال الكرام وعائله ديال العلماء وديال الشرفة. فكنهنيو هادشي راكم كتعرفوه، ولكن لابد ما نقولوا في هذا اللقاء هذا. ومره اخرى كنمسح هذا اللقاء وكنشكر الاخوان كاملين من نادي الصحافه والاخوان الصحافه كاملين، بدون استثناء هاد الاخوان اللي شرفونا اليوم. ومبادره جد طيبه، وكتجي من الصحافه، وكنعرف الصحافه انهم المزيان كيقولوه والخايب ما كيقولوه، ما كيخافوا من حد، كيخافوا من الله سبحانه وتعالى، لان القلم ديالهم هو كيعبر على الافكار ديالهم. وكنحييهم لان فيما كيكون شي حاجه ما مزيانش كيقولها، وقليل فاش كيقولوا المزيان، ولكن دائما مزيانش ما كيقولوا. وكنحييهم مرات اخرى على الاعمال القيمه اللي كيقوموا بها بجديه وباخلاص وبصدق. كنقولها لانه الوسائل الاعلام اللي كنعيشوا الان في البلاد ديالنا راه قلال اللي عندهم هذه الجراه فيما كينصحونا وكينبهونا وكيوريونا بعض المرات الا كنا غاديين في شي طريق كيوجهونا ليها. فكنحييهم من هذا المنبر، لان ما عمرني ما درت معاهم لقاء مباشر. فكنحيي الاخوان اللي نظموا هذا الشيء، وكاع اللي سهروا على هذا الحفل. فكنحييهم مره اخرى، وكان الروح العمل اللي كيقوموا بها من اجل النهضه ديال وجده، ومن اجل النهضه ديال الساكنه ديال وجده. سيدنا الله ينصرو عطي واحد الاهميه كبيره ديال الساكنه ديال وجده والمنطقه ديال الشرق بصفه عامه. وراه كتشوفوا السيد الرئيس المجلس راه حاضر معنا، حتى هو راه حاضر وكيعرف سيدنا فاش كيتصلوا به شنو كيقول ليه،
فاش كيكون فرحان راه عبر ليه عليها، فاش كيكون قلق راه كيعبر ليه عليها. فكاين واحد كممثل السكينه، وهذا كيعبر على 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 الانشغالات ديال سيدنا الله ينصرو فيما يتعلق بالمسيره ديال وجده. ف مره اخرى كنشكر الاعمال اللي قام بها السي محمد التخيسي. كنفرقوا واحد الصديق، واحد الاخ اللي خدم معنا اليد في اليد، وكان دائما بجانبنا، وخدمت معاه في الشده والفاده في ظروف قاسيه وفي الليل، ماشي غير في وجده، في الناظور ما ادراك من الناظور، وفي عرفه وفي فيقي وفي توريت وجميع المناطق البعيده، وكيعرفها كان دوار دوار. فحقيقه كما قلتها من الاطر الكفاه اللي كتفتخر بها وزاره الداخليه، وخاصه المديريه العامه ديال الامن الوطني، فمن العيار الثقيل ورجل يحترم ويقدر، وعندي اليقين ان المسيره ديالو مازال ان شاء الله يمشي بعيد يمشي بعيد، وما ينساش وجده وما ينساش الاصدقاء ديالو. والله يعاونك. وعيط لي قال لي تجي مباشره لعندكم هنايا، لانه السي التخيسي غالي علينا. وبغيت نقول حاجه للسيد الوالي، ملي جيتي والمراكشيين يقولوا لنا ديتوا لنا الوالي، دابا حنا نمشيو عند المراكشيين نقولوا دينا لكم الوالي وعطيناكم الوالي. حنا رحنا التعادل الحمد لله، جانا السيد الوالي وخلق واحد الديناميه جديده في المدينه، وغادي نصيفطوا لهم اطار من الاطر ديال الوجاده. عمارة ما كملهاش، حنا الوجاده شويه راسيس، نبغي وجاده ومن شي وجد ينجح كنفتخروا به لانه ولد البلاد. وهذا السيد اللي اليوم كنحتفي به ماشي من حيث ولي الامن، من حيث ولي الامن ومن حيث وجدي، ومن حيث من جا نجح المهام ديالو وزرع واحد الديناميه جديده وبانت النتائج الحمد لله. في ظرف سنه تبدلت الحاله الامنيه ديال وجده، والبارح كنت في الدار البيضاء وتلقيت مسؤولين امنيين كما القاعده درت في هذا الشهر، كمحشوم عليكم ديتو لنا الوالي وعنده عام. باي منطق واحد السيد جلس عام وديتو زعما علاش حضرتو؟ قالوا لي تو سامبلومون حيت هذاك الوالي عندكم مزيان ومراكش محتاجه. قلت لهم المغرب كله بحال بحال، الى مراكش محتاجه الله يعاونه والله يوفق. نتمنوا لك التوفيق والنجاح، ورحنا خوت ورحنا ولاد البلاد. مع الاسف حنا اللي نزالوا المهمه ديالنا حتى ما غادي يكرمنا لا حد يقول يديروا السياسه. نجينا الفرصة أن نوقفوا مع شي واحد ونقولوا له شكرا، هذا هو اللي كينقص في البلاد. الناس اللي كيخدموا على الأقل يسمعوا غير من المحيط اللي هو السكان، ممثلين السكان المجتمع المدني، أننا كنشكرهم على المجهودات اللي داروا، هذاك هو اللي كيكون حافز باش الواحد يزيد يكمل الخدمة. نتمنى إن شاء الله نتلاقاو في الخير والله يعاونك. وعلى هذا الدعاء أطلب منكم جميعا الدعاء للسي محمد التخيسي بالنجاح في مسيرته، وأن تكون ولاية مراكش فاتحة خير عليه. وعلى هذا الدعاء يتقدم السي محمد التخيسي بتقديم كلمته. سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، في بداية الأمر كما ذكرت بالأمس أود أن أكرر نفس الشيء، أطلب المسامحة والصفح من ساكنة الجهة الشرقية، لأنه مهما قدمت سواء للجهة الشرقية أو لهذا الوطن من تضحيات فهذا أمر واجب. يعني ما كيمنيش الإنسان اللي دار شي حاجة، وسبحان الله كتعرفوا في هذه اللحظات راه صعيب الإنسان باش يتكلم سواء بالفصاحة أو بغير فصاحة، غادي نقول اللي في خاطري وصافي. بالنسبة للعمل والأداء ديال الواجب هي أمانة الدين عليها القسم، وكنتخلصوا عليها، ومهما مارسنا ليل نهار السبت واحد الاعياد وفي العطل، فدائما الانسان الضمير ديالو كينبو كيقول ربما راني قصرت واحد الجانب من الجوانب، ربما ما وصلت لان الانسان كيوضع واحد الاستراتيجيه اكور تيرم موين تيرم ولون تيرم، وكيبقى يقول دائما واش راني غادي في الاتجاه الصحيح، ناخذ واحد مقداتي واش فعلا هذا الشيء في اطار هذه الممارسه هي ممارسه سليمه طبقا للقانون وفيها احترام لحقوق الانسان والحريات والكرامه ديال الانسان. كما اكدت البارح في اللقاء بالنسبه للسيد اللي غادي يجي يخلفني، كنقول له ودي خذ بيد ساكنه الجهه الشرقيه، لان ساكنه الجهه الشرقيه معروف عنها العزه والكرامه والعفه
والقيم والاخلاق والمبادئ، ماشي حيت انا ابن المنطقه، راني ابن المنطقه واعتز بذلك وساظل اعتز انني ابن جهه صقيف، ولكني مارست مجموعه ديال الجهات المغرب، تقريبا جميع الجهات ديال المغرب راني مارست فيها. الا ما مارست كاطار وكمسؤول مشيت بور ديميسيون، وكنعرف الخصوصيات، كل منطقة عندها الخصوصيات ديالها، عندها الرجال ديالها، عندها النساء ديالها، عندها الشيب والشباب ديالها. لذلك كان بودي باش نحقق الكثير في الجهة الشرقية، ولكن ماشي غير من الناحية الأمنية، حتى من ناحية البنايات. البنايات كنت باغي باش نحضر البناية ديال الولاية ديال الأمن، الأكاديمية الجهوية اللي غادي نديرو في السعيدية، المختبر الوطني اللي غادي، المختبر الجهوي اللي غادي نديرو على مستوى لازاري، هادو كلهم راه مشاريع كاينة. كنا باغيين نوصلو ل 21 دائرة ديال الأمن في وجدة، ثلاثة ديال المناطق أمنية اللي كانت غادي دار في وجدة وتقسموا ثلاثة ديال المناطق أمنية. المهم ما ندخلش في لي ديتاي، هذا اليوم هو يوم كبير بزاف، وهو كذلك أنا مني أود أن أشكر سي مصطفى قشني وسي رقا والحضور الكريم وكل من ساهم من قريب او بعيد، وهذا ماشي بعيد عن الناس ديال المنطقه الشرقيه وماشي بعيد عن الناس ديال وجده ولا الناس اللي مقيمين هنا ولا جميع الفعاليات، انها تدخل في اطار الاخلاق الساميه ديالهم. وكما شار السيد الوالي ديال الجهه سابقا، السيد الوالي ديال الجهه حتى ما خدمش مجموعه ديال المناطق وفي مجموعه ديال الولايات ديال الجهه، وكان عندي اتصال مباشر مع مجموعه ديال الولايات. السيد الوالي الجهه كنقول لكم راه وجدي اكثر من وجهه. تهلاو فيه وعاونوه باش ينجح في المهام ديالو وفي القيام بالمشاريع الكبرى اللي عملوا سيدنا الله ينصرو باش يكملها في الزمن المحدد ديالها. بالنسبه للسيد الوالي الجهه ما غاديش نذكر، لان انا غادي يعني ستانغرو مسيو، هادشي اللي غادي نقول. السيد العمده ديال المدينه كذلك كنشكرو جزيل الشكر، نسالو الفاضل كذلك ابن المنطقه، تعاملنا معاه كاخ وكصديق وكعمده ديال المدينه ونعم اخوان كاملين. السيد وكيل الملك الله يجازيه بخير، كضابط شرطه سامي عنده حق المراقبه والاشراف على اعمال الضابطه القضائيه، كان الاخ والسند. هيئه الدفاع كذلك باش ما ننساهمش، الاستاذه سليمه والاخوان كانوا دائما سند لنا وكانوا دائما في التواصل معنا وكنشكرهم جزيلا. جمعيات المجتمع المدني بدون استثناء، سمحوا لي لان كلمه راكم تعرفوا، سمحوا لي لنسيت شي واحد. جمعيات المجتمع المدني بدون استثناء، الساده عمداء الكليات، الساده المدراء ديال المدارس العليا، السيد رئيس الجامعه، اخوان ممثلين ديال الصحافه المحليه الوطنيه والالكترونيه اللي راهم حاضرين معنا، كنشكرهم جزيل الشكر. راه ما عمره كان كيجاملنا شي واحد، لا السي عبد الحقيقة ولا السي قشني ولا السي المريمي ولا الاخت الحرور ولا اللي استحضروني هنا بلا راني كنشوف، راه ما عمره تعتقدوا راه شي واحد كان كيجاملنا ولا كانت العلاقات ديالنا ديال المجامله. من كان لله دام واتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل.